ست الحبايب يا حبيبة حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي. النهاردة عيد مين؟ عيد الأم. النهاردة عيد مين؟ عيد الأم. وبعدين قال لما في عيل من العيال قام ولا قال لي خدي يا ماما هدية ولا قال لي قومي يا ماما عيد الأم ولا جي بس إيدي ولا رجلي زي المشاهد اللي بشوفها على اليوتيوب. ست الحبايب، الله، هو أنا مخلفة أبناء عاقة ولا إيه؟ الله، أنا أبنائي بيعانوا من عقوق الوالدين. يخرب بيوتكم. والنبي اللي اتصل بيهم اصحيهم من عز نومهم. الو، ايه يا بت انت نايمه؟ انا في الصاله بره. اصحي كده وفوقي، عايزاكي. في حاجه مهمه عايزه اقولها لك، تعالي لي بره في الصاله. مش قادره تقومي؟ طب النهارده عيد مهم ويخصني، ولو ما عبرتنيش فيه براحتك، مش هدخلك البيت تاني، انت حره. مش فاكرة أعياد؟ ماشي يا رشا، عنك ما افتكرتش. سلام. ست الحبايب يا حبيبة يا ولاد اللذينة. مصح الواد، يمكن الواد في قلبه حنية عن البت اللي ما تربتش. حبيبي حبيب ماما، حبيب ماما، صباح الخير يا روحي. لا يا قلب، انا مش في مشوار، انا قاعده في الصاله بره. يا حبيبي اصحى حبيبي، فوق كده واطلع لي. ماما تعالى. ليه؟ لا يا حبيبي سلامتك، ده انا بس كنت كده بشوفك، اصل النهارده فيها حاجات مهمه كده تخصني ومحدش عبرني. يا حبيبي انت مش فاكر يا بابا؟ مش فاكر حبيبي. طيب نوم العافيه يا دنايا، ما تفيش اكل، ما تعملش حسابك على غدا عشان دي مناسبه مهمه لا فيها اكل ولا شرب بعد كده. ماشي حبيبي، سلام يا مازن، براحتك يا حبيبي، سلام. الله، هو محدش فاكر عيد الام ولا ايه؟ هو انا مش ام؟ هي كل الامهات تجيب لها هدايا وانا اتنسي؟ لا انا ما اتنسيش، ده انا ست حبايب يا حبيبه. اما اكلم الراجل اكيد هو احن واحد عليا، وهو جاي من الشغل هيجيب لي هديه وينسيني لاولاده اللي ينشكوا عملوا فيا. ايوه يا ابو مازن، هي حبيبي. يا حبيبي عامل ايه؟ تسلم لي يا غالي يا ابو عيالي، تسلم لي، خليك ليا يا ابو مازن. يا حبيبي انا بخير يا بابا، قلبك عليا طول عمرك يا ابو مازن. انا عارفه، عارفه يا ابو مازن ان انا غاليه عندك يا ابو مازن. اجيب لي ايه وانت جاي بقى يا ابو مازن؟ يعني ايه بمناسبه ايه يا حبيبي؟ لا ما تعملش زي ولادك كده وتتجاهلني، ازعل. ماشي، ايه بقى؟ طيب النهارده في مناسبه مهمه جدا جدا جدا، افتكرها كده، مناسبه مهمه. بقول لك ركز ركز، عشان النهارده يوم مهم في تاريخ البشريه وفي تاريخ حياتي. مش فاكر؟ طب انا اقصر عليك المسافات يا ابو مازن، النهارده عيد الام حبيبي. النهارده عيد الام، تجيب لي ده وانت جاي؟ تجيب لي ليه في عيد الام وهو في عيد اب؟ طب انا مالي، انا مال، انا ومال عيد الاب؟ مفيش عيد اب. وانت بتعمل ايه يا حبيبي عشان نعمل لك عيد يا بابا؟ الاب ملوش لازمه حبيبي في البيت، لكن الام هي عمود البيت. عشان تجيب لي هدايا يعني يا ابو مازن؟ طب ابو مازن ماشي، مفيش عشاء يا ابو مازن النهارده، عشان بس تبقى عامل حسابك، عشان انت نكدت عليا في اهم يوم في السنه بالنسبه لي. مع السلامه يا اخويا. يا خيبتك يا فوزية اللي محد هيجيب لك هدية. هتبرى منه، هتبرى، محدش هيجيب لي هدية، وقعدة مستنية. بس أنا مش عايزة حاجة، أنا أفرع نفسي بنفسي وأعمل لنفسي كل حاجة ومش هعمل لهم حاجة. لاية الويكس وزي ما وكستوني. الأم ذات القيمة محدش يعبر لها عن أهميتها في البيت. منكم لله. أنا هسيب البيت ده وأروح أخد شنطة هدومي وأروح أقعد عند أمي، لان انا ماليش وجود في البيت ده اللي محدش مقدرني فيه تعب وشقى السنين.
ولا يجي يسالني اقول لهم مش عايزه منكم حاجه حبايبي، ربنا يخليكم ليا بس عقبال جوازكم. انا داري جوايا الهب ستي الحبايب يا حبيبه حبيبه.